أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم صناديق الاستثمار الموجودة في البنوك؟ لا يجوز الاستثمار في البنوك، لأن البنوك لا تستثمر إلا بالربا، لا تستثمر إلا بالربا، وهي قائمة على الربا. وكونهم يقولون عندنا استثمار إسلامي، هذا ما هو صحيح، إنما يريدون الترويج على الناس، لأنهم لو كانوا صادقين لفرقوا الربا نهائيا. كيف إنهم يقولون لهم أنتم تعالوا نعطيكم استثمار إسلامي، والناس الثانيين يقول نعطيكم استثمار ربوي؟ هذا ما هو صحيح، هذه خديعة للناس. إما أن يتوبوا من الربا نهائيا ويتركوا الربا حتى نصدقهم ونتعامل معهم، وأما أنهم يخدعوننا ويقولون أنتم نجعل لكم فرع إسلامي والربا باقي في البنك، هذا إنما هو لأجل جلد المال، ما هو التوبة إلى الله عز وجل. نعم، يكفي هذا.